يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامج الأبطال. طبعا هيكون معنا فيها أخبار كتير جدا، إن شاء الله تبقى حلقة مميزة وحلقة دسمة الحقيقة، يعني مليئة بالأخبار، سواء أخبار النادي الأهلي أو كمان الأخبار المحلية، زي طبعا ما احنا عودنا حضراتكم. زي ما احنا عارفين يمكن الجزء الأول من حلقة الأبطال بيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفرق الرياضية المختلفة، طبعا ألعاب الصالات في النادي الأهلي وأيضا كمان على المستوى المحلي. وبعد كده بقى يعني هتنقسم حلقتنا للفقرة الحوارية، ولكن خليني قبل ما نوه عن ضيوفنا النهاردة ونتكلم كمان مين معانا، خليني قبل أي حاجة وقبل أي كلام، يعني زي ما احنا دايما اتعودنا كفريق عمل لشاشة قناة النادي الأهلي، إن احنا يعني نقدم كل تعزينا ونتمنى كل السلامة لإخواتنا وأشقائنا في فلسطين، وإن ربنا إن شاء الله ينصرهم في قضيتهم. يعني زي ما احنا عارفين هي قضية مستمرة يمكن على مدار سنوات طويلة جدا، ولكن تحديدا في الفترة الأخيرة يمكن بقالنا أكتر من 20 يوم يعني في أحداث متصاعدة كتير جدا، فأكيد بنعزي كل أشقائنا في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، ونتمنى لهم كل السلامة وإن الغمة دي إن شاء الله يعني تنزاح عن القريب العاجل. خلينا بقى نتكلم عن الجزء التاني النهاردة من حلقتنا. هيكون في معانا أبطال منتخب الجمباز الفني للناشئين، واللي حققوا 11 ميدالية في بطولة البحر المتوسط، واللي اتلعبت طبعا من أيام قليلة في تركيا، وحققنا في البطولة دي 3 ذهب وزيهم فضة وأيضا 5 برونزية. هيكون بقى معانا في الجزء التاني بهذه المناسبة طبعا مصطفى أحمد، واللي حقق 4 ميداليات دفعة واحدة، وكانوا ذهبيتين على جهاز طبعا حصان الحلق وجهاز المتوازي، وفضيتين على جهاز العقلة والفردي العام. محمد عطية بقى حقق ذهبية طبعا يعني جهاز العقلة وبرونزية جهاز حصان الحلق، وأيضا فاز منتخب الناشئين ببرونزية الفرق واللي تكون من مصطفى أحمد ومحمد عطية وزياد بخيت. طبعا يعني لو رحنا لمنتخب الناشئات حققوا برضو يعني وأبرزهم جودي جوهر فضية جهاز المتوازي وبرونزية الفردي العام، أما بقى شمس علي حققت برونزية جهاز الحركات الأرضية، وقدر الثنائي إن هم يحققوا برونزية الفرق برضو. طبعا هيكون لينا معاهم حوار مطول يعني عن هذه البطولة وعن أبرز ما جاء فيها والتحديات كمان اللي قابلوها في البطولة دي، ده طبعا هيكون في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة. دلوقتي بقى هنبدأ الجزء الأول من الحلقة، واللي بنتكلم فيه عن أخبار النادي الأهلي وأخبار الرياضة المصرية. طبعا زي ما احنا متعودين بنبدأ بأخبار النادي الأهلي، وهنبدأها النهاردة بأخبار كرة اليد. الحقيقة ان 12 لاعب من النادي الأهلي موجودين في القائمة المبدئية لمنتخب اليد استعدادا لودياتي ألمانيا. طبعا الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني إخوان كارلوس باستور قرر ضم 12 لاعب من النادي الأهلي في القائمة المبدئية اللي بتستعد دلوقتي علشان معسكر ألمانيا، واللي هيكون طبعا في الفترة من 1 وحتى 5 من شهر نوفمبر المقبل بإذن الله. قائمة المنتخب طبعا في المعسكر ده يمكن القائمة المبدئية بتضم 30 لاعب منهم 12 من النادي الأهلي. خلينا نستعرض مع حضراتكم ال 12 لاعب من النادي الأهلي، يعني هم عبد الرحمن طه، أحمد هشام، سيسا، بلال إبراهيم، عبد الرحمن فيصل، ومحمد مجدي، أحمد خيري، ومحسن رمضان، محمد لاشين، عمر خالد كاستيلو، إبراهيم المصري، أحمد عادل، وياسر سيف. المنتخب طبعا زي ما احنا عارفين هيلعب ماتشين وديين مع ألمانيا في المعسكر الودي، هيكونوا يوم 3 من نوفمبر المقبل، والماتش التاني هيكون يوم 5 من نوفمبر، أو يعني 5 من نفس الشهر بعده. وبعد كده لعيبة الأهلي اللي هتكون في السفرية دي هتطلع بقى من ألمانيا على السعودية على طول عشان تلحق بالفريق اللي هيشارك في بطولة العالم للأندية سوبر جلوب. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الأهلي هيلعب بطولة العالم للأندية، واللي هتكون في مدينة الدمام في السعودية في الفترة من 7 والحد 11 من نوفمبر اللي جاي، واحنا طبعا في مجموعة واحدة مع النور السعودي وبرشلونة الإسباني.
دلوقتي بقى هنروح لفريق اليد سيدات، والحقيقة قدر ان هو ينتزع الفوز من سبورتنج بدوري عمومي سيدات اليد. الحقيقة ان الفريق الاول لسيدات كرة اليد بالنادي الاهلي بقيادة طبعا مديره الفني كابتن محمد عادل زولا قدر ان هو يتخطى عقبة نادي سبورتنج السكندري في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي من دوري العمومي للموسم اللي يعني بيلعب حاليا، وهو موسم 2023-2024. فريقنا يعني الحمد لله قدر ان هو يكسب سبورتنج على ارضه وسط جمهوره بنتيجه يعني 20-19 في الماتش اللي كان اتلعب امبارح. الحقيقه ان هو كان ماتش صعب، ويعني اكبر دليل انه فرق البوينتس هو بوينت واحد بس، فاكيد يعني متخيلين الماتش كان فيه نديه كبيره جدا على ارض الملعب. بس بعد النتيجه دي بكده نكون حققنا الفوز الثالث لينا في الدوري بعد ما فوزنا في الجوله الاولى على حساب البنك الاهلي. طبعا يعني نتيجه الماتش دي كانت بنتيجه 48-13، طبعا فرق سكور كبير قوي. بعدين بعديها الماتش اللي بعده كسبنا سموحه في اسكندريه برده كان بنتيجه 23-18، ده طبعا كان في الماتش اللي اتلعب اول امبارح. خلينا بقى نقول لكم عن يعني مرحله سيدات يد الاهلي المقبله. طبعا الاهلي هيلعب الماتش اللي جاي مع نادي الطيران يوم الجمعه الجاي باذن الله، بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه المواجهه. يمكن فريقنا عايزين نفكر حضراتكم كان فاز بالبطولتين المحليتين زي الرجال بالظبط، يعني قدرنا نكسب الدوري والكاس بعد منافسه مع انديه سبورتنج والزمالك والشمس. والحقيقه ان كانت هذه المنافسات منافسات كبيره جدا وصعبه جدا على ارض الملعب، ولكن دايما النادي الاهلي بيأتي في المقدمة. نروح بقى دلوقتي لفريق كرة السلة. طبعا يعني يمكن هنبدأ أخبارنا بيمكن خبر مش أحسن حاجة بالنسبة لكل متابعي كرة السلة، ولكن زي ما احنا بنقول يعني لسه بدري على المشوار. يعني خلينا نتكلم عن الخسارة المفاجأة للأهلي أمام سبورتنج اللي حصلت في دوري مرتبط رجال السلة، ده كان يمكن ثالث ماتش في هذه الجولة. طبعا الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني جوستي بوش اتعرض لخسارة مفاجأة قدام نادي سبورتنج السكندري واللي بيدربه طبعا كابتن اشرف توفيق ابن الاهلي السابق بنتيجه 90-87 في الجوله الثالثه والاخيره من الدوره المجمعه الاولى. الحقيقه الماتش كان اتلعب اول امبارح على صاله جهاز الرياضه العسكري بمنشيه البكري، وشهد اثاره ونديه كبيره جدا بين الفرقتين لحد الثواني الاخيره من الماتش. ويمكن يعني نادي الاهلي ما قدرش ان هو يحسم هذه المباراه في اللحظات الاخيره، ولكن زي ما انا بقول دايما يعني يمكن المشوار لسه بدري عليه. ويعني زي ما احنا عارفين فريقنا كان اتقدم في النتيجه خلال اغلب فترات اللقاء قبل طبعا ما يفرض سبورتنج التعادل علينا بنتيجه 70-70 مع نهاية الماتش. بعدها طبعا لجأ الفريقين للوقت الإضافي والانحاز لصالح الضيوف في اللحظات الأخيرة. بعد النتيجة دي الحقيقة بكده يكون اتساوى الأهلي مع سبورتنج في الرصيد ب 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وده بالرغم من الخسارة. الدورة المجمعة الثانية بإذن الله هتتلعب في الفترة من 1 لحد 3 من نوفمبر المقبل، يعني إن شاء الله أكيد نحقق فيها نتائج بقى كبيرة، وفرقتنا إن شاء الله هتستجمع قوتها من جديد. دايما متعودين على فرقة الباسكت تحديدا بعد أي إخفاق بيقدروا إن هم يقوموا على رجلهم تاني، وده اللي احنا شفناه يمكن في البطولة العربية منذ أسابيع قليلة، ولكن بعدها على طول بعد العودة يعني من البطولة العربية قدروا إن هم يحسموا طبعا السوبر المحلي لصالحهم أمام نادي الزمالك. فعشان كده دايما بنقول على رجال سلة الأهلي إن هم قادرين يستعيدوا طبعا بارقهم من تاني، ونقدر بقى نتصدر المجموعة بعد الفوز بالثلاث ماتشات اللي جايين واللي هيكونوا قدام طبعا الشمس ومصر التأمين وسبورتنج تاني بعد ما لعبنا معاهم في الدورة المجمعة الأولى. نفكر حضراتكم طبعا الاهلي هو حامل لقب البطوله اللي فاتت بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في النهائي اللي يمكن طبعا زي ما احنا فاكرين كان اتلعب على صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه 6 اكتوبر. من الرجال بقى سله الاهلي هنروح لفريق السيدات. الاهلي طبعا يعني قدر في مباراه قويه جدا امبارح الحقيقه ان هو يهزم الصيد وبيضع قدم في نصف نهائي دوري مرتبط سيدات السله. الحقيقه ان ده يعني كان امبارح كان زي ما انا بقول كان ماتش مهم جدا وقوي جدا على ارض الملعب، ويمكن كابتن طارق خير يتكلم في عدد كبير جدا من الامور الفنيه بعد انتهاء هذه المباراه. طبعا يعني يمكن كابتن طارق خيري ويمكن الفريق الاول لسيدات
لعبة سلة. الأهلي فاز على نظيره الصيد واللي بيدربه كابتن أحمد إبراهيم، وأيضا هو ابن النادي الأهلي السابق. كان الماتش انتهى بنتيجة 84-62 في ماتش إذهاب من دور الثمانية ببطولة الدوري المرتبط للموسم الحالي 2023-2024. الماتش امبارح اتلعب على صالة الشهداء، الصالة الصغيرة طبعا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. ويعني يمكن زي ما حضرتكم تابعتوا قناة الأهلي ذاعت هذا الماتش على الهواء مباشرة، أيضا هو والماتش اللي قبله طبعا لفريق المرتبط. وفريقنا كان سيطر على كل فترات الماتش، وحاول كابتن طارق خيري ان هو يعني يعمل روتيشن لأكبر عدد من اللاعبات علشان يدخلوا في أجواء الماتشات، وده طبعا استعدادا للماتشات اللي جاية واللي هتكون صعبة جدا. وده يعني يمكن اللي اتكلم عنه كابتن طارق خيري أيضا. ويمكن كان قبل ماتش الصيد ده على طول كان فوز فريق المرتبط واللي بيدربه كابتن ماجد سلامة على الصيد برضو، يعني زي ما أنا ذكرت بنتيجة 75-41. خليني اقول لحضراتكم ان بالنتيجه دي احنا قربنا جدا، يعني على بعد خطوات قليله جدا من الصعود للسيمي فاينل او قبل النهائي، لاننا محتاجين ان احنا نفوز بماتش واحد سواء بقى المرتبط او السيدات في العوده. ماتش العوده ان شاء الله هيكون بكره على صاله نادي الصيد بالدقي، وان شاء الله بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. الحقيقه سيدات سله الاهلي من الفرق يعني اللي ماشيه بخطى ثابته جدا سواء الموسم الماضي وكمان الموسم ده. حقيقه هو موسم خلينا نعتبر ان هو اصعب من الموسم الماضي، ولكن دايما سيدات سله الاهلي معودنا على الانتصارات في كافه البطولات. يعني كاميرا الابطال كانت موجوده في الماتش ده امبارح، وصورنا لكم التقرير ده طبعا مع كابتن طارق خيري ومع عدد من اللاعبات. خلينا نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم مره تانية. دور الثمانيه زي اكنه ماتش كاس، هو بيفايت لاخر لحظه، واحنا انا عايز العب بال 12 طبعا، يعني مش عايز اقول كله شبه بعض في المستوى، بتحاول يتوصل لي يبقى الناس قريبه. الثالث والرابع شويه قفشت في ان انا العب بست سبع لعيبه غير الشوط الاول والثاني، انما مجمل جيم كويس. احنا عندنا النهارده مشاكل في الديفنس كتير في الروتيشن وفي الوان ان وان، يعني احنا اللي احنا مرنين عليه في جزء منه النهارده ما كانش كويس. رغم كده انت السكور الحمد لله مش قليل، لان هم 22 بوند، انما جيم كويس. لا هي السنه دي اصعب كتير من السنه اللي فاتت لاكثر من سبب، منها المنتخب فتره طويله قوي الناس بتلعب بطوله عربيه وبطوله افريقيه وثلاثه على ثلاثه بطوله افريقيا وكاس عالم ثلاثه على عذاب، يعني ما اتمرنوش معانا، ده برضو جزء يفرق في التيم او في الانسجام بين اللعيبه، وخصوصا ان انا عندي تماره جديده وعندي محترفه جديده، فعندي دايما في ازمه في الموضوع دوت مع الاجهاد. انما احنا دايما بنحط بلان طويل، انا ماليش دعوه انا بلعب بال 12، لما حتى اللعيب يجي يقول انا مجد من ايه؟ انا بعمل روتيشن على الناس كلها، فانا بعمل لك ابديت دايما ان انت تبقى فايق. انما هي المرحله اللي جايه صعبه لانها بدري كمان ورا بعض، يعني كان السنه اللي فاتت اتلعب والدوري وقف عيد كبير والكلام دوت، انما كان عيد صغير، انما احنا ورا بعض، يعني احنا في خلال اسبوعين فاينل دوري المرتبط، احنا هنلعب النهارده والاثنين وبعدين الاسبوع اللي بعده سيمي فاينل ودايركت وراه على طول يوم 11/11 الفاينل، فاحنا مفيش توقف، يعني لا قدر الله اي فرقه بقى مش الاهلي لو في اصابه يعني الفرقه بتخسر كتير. احنا دايما حاطين، انت عارف النادي الاهلي بيحط بلان على كل البطولات، عايزه تكسبي كل حاجه، ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني، فانت دايما عايزه اللعيب مش واحد اتنين اللي مجهدين قوي عشان تيجي ساعه الجد تلاقي على الاقل سبعه ثمانيه تسعه فايقين مش مجهدين في فورمتهم الطبيعيه. الحمد لله طبعا على الفوز، احنا واخدينها يعني تدريجيا، يعني مركزين قوي في ماتش كان النهارده ماتش الصيد، فرقه كويسه جدا مع مدرب محترم، فريق بيلعب لغايه اخر دقيقه زي ما انتم كنتوا شايفين. يعني ممكن اقول ان احنا كان تركيزنا اكتر اللي احنا بنحاول ننفذ شغلنا في الاوفنس وفي الديفنس، وده اللي كان مخلي ان الجيم بيروح وبيرجع شويه، بس الحمد لله طبعا يعني على الاداء. طبعا الصيد فريق محترم ويعني بيلعبوا لغايه الاخر. احنا النهارده يعني ممكن كان في سنه اجهاد شويه، بس الحمد لله قدرنا يعني ان احنا نحافظ على السكور في الاخر خالص، واللي هو ركزنا لغايه اخر وقت ولعبنا جامد ومع بعض وكده، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب
بشكل يعني نوعا ما كويس الحمد لله. اكيد طبعا كان ماتش صعب، فريق نادي السيد فريق محترم طبعا. كنا جايين عاملين حسابنا ان الماتش ده بدايه الجد، خلاص ده كوارتر فاينل ان شاء الله، يعني فاضل لنا ان شاء الله ماتش كمان صغيرين وكبار ونلعب سيمي فاينل، فخلاص ده بدايه الجد. عاملين حساب الماتش كويس جدا. كان في فترات كان بيبقى زي الماتش، كل ما بنفرق بيرجع تاني، كل ما بنفرق بيرجع، بس كابتن طارق بتعليماته لينا كان ان احنا لازم نكسب وده بدايه جد، وقدرنا الحمد لله ان احنا كل حتى ما يقربوا الحمد لله ما قدروش يكسروا حاجز ال 10 بوينتس، والحمد لله قدرنا ان احنا نرجع تاني والماتش خلص 22 بوينت سكور كويس طبعا. بنتمنى طبعا كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي، سواء في ماتش الغد ماتش العودة طبعا أمام نادي الصيد، أو أيضا في بقى يعني مواجهات السيمي فاينل، إن شاء الله يقدروا إن هم يحسموا هذه البطولة لصالحهم. خلصنا بقى سيدات ورجال كرة السلة، ومنهم هنروح للكرة الطايرة. الأهلي طبعا بيستهل مشواره في دوري رجال الكرة الطايرة بمواجهة المقاولين، ويمكن الفريق الأول لرجال الكرة الطايرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني مستر مونزو هيبدأ أول ماتشاته إن شاء الله في المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024 بمواجهة نادي المقاولين العرب. الماتش هيكون يوم السبت إن شاء الله الموافق 18 من نوفمبر المقبل، يعني هيكون على ملعبنا في تمام الساعة 6 مساء. الماتش هيكون بداية كويسة جدا لينا، والماتشات هتكون متدرجة لينا من الأضعف للأقوى بإذن الله، علشان بقى ندخل خلال الفترة المقبلة في أجواء البطولة بسهولة. المجموعة مع الأهلي هيكون فيها طبعا يعني مجموعة فيها مع الأهلي والصيد أربع فرق كمان، هما الترسانة والشمس ودلفي وبتروجيت. فرقتنا السنة اللي فاتت الحقيقة قدرت ان هي تكسب بطولتين وهم كأس السوبر والبطولة العربية، ولكن يعني خلينا نقول كده ونوضح ان الجمهور اغلبه يعني كان زعلان، واكيد ده حقهم بسبب خسارتنا للدوري وكأس مصر للسنة الثانية على التوالي، ولكن الحقيقة زي ما احنا بنقول على الحلوة والمرة معاه، فيعني يمكن زعل الجمهور ده مش بيطول طويلا، وبيفضلوا ان هم في ظهر اكيد فرقتهم اي فريق من النادي الاهلي، زي ما احنا شفنا يمكن في اي بلد كمان واي دولة بنشوف جمهور النادي الاهلي وراه، شفنا مؤخرا كمان بشكل ملحوظ جدا في ألعاب الصالات لفريق السلة تحديدا، شفنا في البحرين يمكن كان دعم كبير جدا جدا، وشفنا يعني دايما بيكون في حشد كده على السوشيال ميديا ان كله يمكن بيقول لبعضه يلا نروح نشجع فرقتنا، وده يمكن احنا كنا متعودين عليه على مستوى فريق كرة القدم فقط، ولكن مؤخرا شفنا على مستوى ألعاب الصالات ان دايما جمهور النادي الأهلي في ظهره سواء في الخسارة او المكسب، ودايما الحقيقة بيدعموهم وبيشوفوا شوفوا كمان قد ايه هم بيعملوا مجهود على ارض الملعب، وعشان كده يمكن الزعل زي ما انا قلت ما بيطولش قوي بعد اي خساره من اي فريق من الفرق المختلفه للنادي الاهلي. من فريق بقى الرجال هنروح لفريق السيدات، والحقيقه يعني بيتعاقد مع الفرنسيه اوليا ايبا تومبو لتدعيم سيدات الطايره. الحقيقه ان كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اعلن منذ ايام قليله عن التعاقد مع الفرنسيه اوليا ايبا تومبو علشان تنضم لصفوف الفريق الأول لسيدات الكرة الطايرة بالنادي بداية بقى من السيزن الجديد أو السنة الجديدة. وطبعا أكد كابتن خالد العوضي أن اللاعبة الفرنسية وقعت على عقود انتقالها لصفوف النادي الأهلي لمدة موسم واحد فقط، وشاركت في التدريبات الجماعية للفريق عقب طبعا الانتهاء من يعني أمور التعاقدات، ويعني يمكن بشكل مباشر على طول شاركت في التدريبات الجماعية. أوضح طبعا مدير عام النشاط الرياضي أن أوليا هتمثل إضافة كبيرة جدا للفريق، وأن التعاقد معاها يأتي في ضوء تدعيم صفوف فريق سيدات طايرة الأهلي بالعناصر المميزة للاستمرار في المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة. طبعا يعني زي ما احنا عارفين او يعني يمكن تابعنا الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير جدا على اللعبه الفرنسيه، يمكن هي بتجيد اللعب في مركز الضارب الخلفي مركز 2، والحقيقه بقى يعني يمكن بعد التعاقد معاها بيستهل المارد الاحمر مشواره في المجموعه الاولى بمواجهه نظيره نادي الصيد، ومجموعتنا بتضم مع الاهلي والصيد كل من اصحاب الجياد والاتحاد السكندري ونادي وادي دجله ونادي الواي.
طبعا يعني عايزين نفكر كل مشاهدينا ان الاهلي هو حامل لقب البطوله عقب فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك في النهائي واللي اقيم على صاله الشباب والرياضه بمدينه السادس من اكتوبر. من الكرة الطايرة بقى هنروح للتنس الأرضي، وميار شريف بتحافظ على مركزها بالتصنيف العالمي للتنس. قدرت طبعا ميار شريف لاعبة منتخبنا الوطني للتنس الأرضي ونجمة النادي الأهلي إن هي تحافظ على تواجدها في قائمة أفضل 50 لاعبة على مستوى العالم، بعد طبعا ما جت في المركز 50 عالميا في التصنيف العالمي لمحترفات التنس واللي صدر من أيام من قبل رابطة اللاعبات المحترفات. احتلت طبعا ميار شريف المركز 50 عالميا برصيد 1135 نقطة، بالرغم ان هي يعني ما شاركتش في اي بطولة دولية بعد خروجها المبكر من بطولة جوادلاخار وبطولة بكين. طبعا ميار كانت وصلت للمرتبة رقم 31 على مستوى العالم في شهر يونيو اللي فات، وكان ده افضل مركز ليها في مسيرتها، وفي نفس الوقت طبعا افضل مركز لاي لاعب او لاعبة مصرية على مدار التاريخ في هذه اللعبة. الحقيقه ان احنا يعني عايزين نقول ان احنا مستنيين من ميار الكتير جدا في السنين اللي جايه، وباذن الله يعني تقدر ان هي واحده واحده كده او خطوه خطوه ان هي تتقدم اكتر في التصنيف العالمي للتنس. لسه مكملين طبعا مع التنس الارضي، والحقيقه دلوقتي بقى هنتكلم عن الختام الرائع لبطوله الجمهوريه لرواد التنس بمقر الاهلي بالجزيره. يعني يمكن منذ ايام قليله جدا كان ختام بطوله الجمهوريه لرواد التنس، واللي حملت اسم الراحل طبعا تيسير الهواري تخليدا لذكراه ومجهوداته كعضو للنادي وواحد من ابرز اعضاء لجنه الحكماء بالنادي الاهلي. خليني اقول كمان ان يعني يمكن في بكره حفل تابين للراحل طبعا، وهيشارك فيها أكيد عدد كبير جدا من قدامى النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي يعني تخليدا لهذه الذكرى. البطولة الحقيقة شارك فيها 282 لاعب ولاعبة، واتلعب فيها حوالي 315 ماتش. كان المستوى فيها يعني عايزين نقول ان هو كان مميز جدا، وكان فيها ندية كبيرة جدا، والماتشات كانت على مستوى عالي الحقيقة. ولكن يعني خلينا نتكلم أكتر عن ختام البطولة. يعني حضروا عدد كبير من قيادات النادي الأهلي التنفيذية، يمكن كان على رأسهم المهندس محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أيضا حضر الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وحضر كمان كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وأيضا كان من ضمن الحضور باهر سعيد مدير البطولة واللواء طارق صبحي رئيس جهاز التنس الأرضي بالنادي الأهلي، ويمكن كان أيضا من ضمن الحضور أحمد عبده عضو مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي. هي زي ما احنا معودين كل يعني جماهير النادي الاهلي ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي ان مع ختام هذه البطوله كان ضروري جدا ان كاميرا الابطال تكون متواجده وتصور يعني التقرير ده اللي اتكلم فيه عدد كبير جدا من الحضور. نتابع التقرير ده ونرجع لكم مره ثانيه عشان نكمل اخبار. البداية خرجت يعني من هنا من جهاز التنس، ومع ان احنا في مجلس ادارة قررنا ان احنا لازم يبقى في تكريم للحاج تسهيل الهواري رحمة الله عليه، بان احنا اتفقنا ان احنا يبقى عندنا تأبين في الأربعين ان شاء الله، وهيبقى عندنا في نفس الوقت قاعة هتتسمى باسم الحاج تسهيل في فرع النادي الاهلي تجمع قاعة الاعضاء الملاصقة لمجلس لقاعة مجلس ادارة. وهنا من التنس يعني الناس فكروا ولقينا جواب جاي من الاتحاد المصري للتنس، بشكرهم جدا 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 كابتن اسماعيل شافعي وكل الناس اللي موجوده على اللفته الطيبه في ان هم افتكروا الحاج تيسير كرمز من رموز النادي الاهلي اللي قدمه للرياضه في النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام يعني. فهي الفكره ابتدت من هنا ودخلت مجلس اداره وتم الموافقه عليها في مجلس اداره، فالحمد لله رب العالمين لفته طيبه جدا من كل الناس. يعني انا سمع انه انت كنت مقطع الملاعب التنس زمان. يعني الحمد لله انا لعبت تنس في النادي الاهلي، كنت كابتن فرقتي 12 14 16 18 لغايه درجه اولى ورجال، وانا في النادي الاهلي بالنسبه لي يعني هو حياتي كلها هنا في النادي. وبعد ما خلصت انا كنت مدير فني للنادي الاهلي، وبعديها كنت رئيس جهاز، وبعديها كنت مستشار لمجلس اداره وفي لعب التنس،
بعد كده بقى عضو مجلس اداره تحت السن لغايه حاليا عضو مجلس اداره. فالتنس بالنسبه لي يعني هو زي ما بيقولوا كده حاجه ما اقدرش اتخلى عنها خالص. يعني التنس بالنسبه لي هو حياه. يعني بنحمد ربنا على اللي حصل السنه اللي فاتت. وده مش خالد العوضي بس، دي منظومه، هي دي منظومه النادي الاهلي، هي دي مجلس اداره مع جماهير مع اجهزه فنيه مع نشاط رياضي، هي منظومه كامله متكامله ربنا اكرمنا فيها، كل واحد عمل دوره فده كان النتاج بتاعها. الموسم اكيد اصعب موسم ممكن يعدي على النادي الاهلي الموسم ده، وبس في الاخر اقول كلمه واحده للجمهور النادي الاهلي، انا واثق تماما في لعيبتي، واثق تماما في الاجهزه الفنيه زي ما جزار واثق فينا، واعتقد ان احنا نعمل موسم باذن الله. باذن الله هيكتب برده باذن الله. اتمنى ان كل واحد بيعمل شغله كويس. احنا الحمد لله بادئين السيزون ببطوله افريقيا، وبادئين السيزون بماتش سوبر في باسكت، نحمد ربنا عليه ونقول لعيبتنا دايما وبنحفزهم ونقول احنا عايزين نعمل موسم مختلف، واللعيبه هي عندها الحافز وعندها الدوافع، واكيد اي حد بيلعب في النادي الاهلي عنده الدافع اللي هو دايما يحقق بطولات. الحقيقه مجلس الاداره الفتره دي يعني بالذات بوجود كابتن محمد غزاوي يعني بخلفيته اللي هي اصلا من التنس فيه اهتمام كبير قوي بمجال التنس وبرياضه التنس ويعني واثرت على نتائج حتى بتاعه الفريق الاول. انا بالنسبه لبطوله الرواد انا جديد على الموضوع يعني، بس بصراحه تنظيم هايل وفي اهتمام، اول مره اشوف بطوله بتنظمها بالسهوله والسلاسه دي بصراحه، يعني حاجه مشرفه جدا. يعني الناس لقت حاجات ما كانتش موجوده قبل كده بصراحه من مجلس الاداره، بقى في مساعدات كتير قوي، وبقى في الجهاز الفني بقى على اعلى مستوى، واحنا اصلا عندنا لعيبه كويسه من طول عمرنا، فالناس لقت حاجه تشجعها. ففي اهتمام من ناحيه اولياء الامور، من ناحيه اللعيبه، ومن ناحيه الجهاز، ومن ناحيه مجلس الاداره، وده انعكس على النتائج بتاعت الفرقه الحمد لله. يعني احنا كاتحاد قررنا ان احنا نعملها باسم الحاج السياوري الله يرحمه، لان هو الراجل ده قدم النادي الاهلي انجازات كتير قوي، وقدم الرياضه عموما في النادي الاهلي حاجات كتير. وانا غير ان انا مدير البطوله، انا عضو في النادي الاهلي من عندي 9 سنين، كنت لاعب كره يد قبل كده، ودلوقتي حاليا لاعب تنس. فطبعا النادي الاهلي ده بيتي، وحاجه زي سيرها وارد ده يعني حاجه ثانيه بالنسبه لنا خالص. فكان ان احنا لازم نسميها باسمه يعني للانجازات اللي هو عملها النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا بيهتم بجميع الرياضات وبالاخص التنس، مهتمين بيه جدا طبعا، والحمد لله السنه دي النادي الاهلي عمل انجازات كثيره قوي بالنسبه للتنس، بالنسبه للرجال والناشئين، وبالنسبه للرواد، وده اللي شجعنا كاتحاد ان احنا نعمل بطوله في النادي الاهلي. ومن التنس الأرضي بقى هنروح دلوقتي لتنس الطاولة. وإذا ذكر تنس الطاولة ذكرت هنا جودة المعجزة، هنا جودة طبعا اللي بتدخل قائمة أفضل 30 لاعبة بالتصنيف العالمي لتنس الطاولة. الحقيقة زي ما احنا بنقرر دايما إن المعجزة هنا جودة لاعبة منتخبنا الوطني ونجمة النادي الأهلي لتنس الطاولة، الحقيقة إن هي قدرت تتقدم مركزين في التصنيف العالمي علشان تيجي بقى في المركز 29 عالميا وتبقى الأولى على كل الأصعدة سواء محليا أو إفريقيا أو عربيا. هنا الحقيقة أن هي قدرت تتقدم على زميلتها ونجمة الأهلي برضو دينا مشرف واللي جت في المركز 30. هنا جودة جت في المركز 29 بعد ما جمعت 700 نقطة بفارق 5 نقاط بس عن زميلتها ومثلها الأعلى طبعا دينا مشرف اللي جمعت 695 نقطة. هنا ودينا الحقيقة الاثنين سيطروا على بطولات افريقيا في السنين اللي فاتت وكانت منصة التتويج، يعني الحقيقة زي ما احنا بنقول كده يعني بالتعبير حكر عليهم هما الاثنين، وباذن الله نتمنى ان هما يسيطروا يعني السيطرة دي خلال الفترة المقبلة ويسيطروا بقى يعني على طول. طيب بكده نكون خلصنا اخبار النادي الاهلي وهنروح دلوقتي للاخبار المحليه. هنبدا طبعا اخبارنا المحليه بخبر عن كره اليد برضو، يمكن مباراه مصر وغانا بتتسبب في تعديل موعد افتتاح امم افريقيا لليد. اعلن طبعا كابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد موافقه الاتحاد الافريقي على تعديل موعد افتتاح كاس الامم الافريقيه لكره اليد رقم 26 واللي بتستضيفها القاهره في شهر يناير المقبل بإذن الله على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.
قال طبعا يعني في هذا الإطار كابتن عمرو إن الاتحاد الإفريقي وافق على التعديل اللي طلبناه بتعديل موعد البطولة من 19 ولحد 29 يناير بدل طبعا الموعد الأول واللي كان هيقام في الفترة من 18 ولحد 28 يناير برضو. أوضح يمكن الكابتن بقى إن قرار تأجيل موعد افتتاح البطولة يمكن جه بطلب من مصر بسبب تزامن يوم 18 يناير مع إقامة ماتش مصر وغانا طبعا في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية اللي هتتلعب في كوتيفوار، وأكد إن القرار ده جه بعد التنسيق بين الاتحاد المصري والشركة المتحدة للرياضة من خلال الاجتماعات اللي اتعملت على مدار الأيام اللي فاتت، وده طبعا بهدف عدم تضارب المواعيد بين ماتشات منتخب كرة اليد مع مواعيد كأس الأمم الإفريقية، واللي طبعا أكيد يعني ناس كتير جدا من الجماهير هتكون عايزة تتابع يعني الماتش ده وأيضا ماتشات اليد، فعلشان كده يمكن جاء الاتفاق وخرج بالقرار الأخير بيعني تعديل الموعد الخاص بالماتشات. قال كمان الاتحاد المصري حدد بالتنسيق مع مسؤولين الاتحاد الإفريقي إن قرعة البطولة هتتعمل يوم 15 من نوفمبر المقبل بإذن الله. منتخبنا طبعا بيستعد بكل قوة علشان يحافظ على لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز بنسخة 2020 واللي كانت في تونس، وأيضا الفوز بنسخة 2022 واللي طبعا استضافتها مصر في صيف السنة اللي فاتت في بطولة استثنائية. يمكن زي ما احنا بنتكلم مرارا وتكرارا ان دايما مصر بقت هي الواجهة علشان تستضيف عدد كبير جدا من البطولات الإفريقية والبطولات بطولات العالم على أرضها. يمكن ده يعني جاء واكيد ذكره عدد كبير جدا من زملائي في قناه الاهلي انه يعني يمكن دي كانت قرارات من عدد كبير جدا من الاتحادات المختلفه عقب ما يعني قد ايه هم راوا ان كل البطولات اللي موجوده او بتكون ليها تنظيم وبيكون مصر ليها الحظ ان هي تنظمها طبعا بتكون بطولات على مستوى عالي جدا، ويمكن تحديدا في الثلاث سنوات الاخيره يعني من جائحه كورونا او COVID-19 كان كل الدول المختلفة بترفض ان هي تستضيف البطولات الرياضية على ارضها، ولكن الحقيقة ان مصر قدرت ان هي تثبت في خلال الثلاث سنوات الاخيرة ان هي قادرة وقادرة في يعني اصعب الظروف ان هي تستضيف عدد كبير جدا من البطولات يعني سواء المحلية او كمان بطولات العالم وبطولات الافريقية على ارضها، ويعني يمكن ما حصلش فيها اي تحديات وما حصلش فيها اي خسائر سواء في يعني عز أزمة الكوفيد أو كمان بعد انتهاء أزمة الكوفيد، وده اللي حقيقة خلى عدد كبير جدا من الاتحادات تقرر أن يكون في استضافة مختلفة وتكرار لاستضافة هذه البطولات على الأراضي المصرية. من كرة اليد بقى هنروح للكاراتيه. الحقيقة أن مصر قدرت أن هي تحصد 8 ميداليات ببطولة العالم للكاراتيه بالمجر. منتخبنا الوطني الأول طبعا للكاراتيه قدر أنه هو يفوز ب8 ميداليات متنوعة في بطولة العالم واللي بتتلعب بالعاصمة المجرية بودابست في الفترة من 20 ولحد 30 من أكتوبر الشهر الجاري اللي احنا فيه ده. منتخبنا طبعا الوطني حقق 2 ذهب وزيهم فضية و4 برونزية. ميداليتنا الذهب الحقيقه كانت عن طريق ذهبيه لعبد الله ممدوح في منافسات وزن تحت 75 كيلو، ويوسف بدوي في منافسات وزن تحت 84 كيلو، اما طه طارق بقى حقق فضيه منافسات في وزن فوق 84 كيلو، وده طبعا بالاضافه لفضيه منافسات الفرق، وقدرنا ان احنا نحقق الميداليات البرونزيه عن طريق منى شعبان في منافسات وزن فوق 68 كيلو، ونورسين علي في منافسات وزن تحت 61 كيلو، أيضا ديم سلامة في منافسات وزن تحت 50 كيلو، أما بقى برونزية الفرق كانت في منافسات الكاتا. الكاراتيه المصري الحقيقه بيقدم نجاحات كبيره جدا في الفتره اللي فاتت، ويمكن ابرز النجاحات دي كانت فوزنا بميداليتين في الاولمبياد اللي فات، وكانوا عن طريق بنت الاهلي طبعا دكتور جيانا فاروق بطله النادي الاهلي وبطله مصر والعالم، ايضا فريال اشرف. من الكاراتيه بقى هنروح للمصارعة الرومانية. عماد أشرف يتوج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت 23 سنة. عماد أشرف لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية قدر أنه هو يفوز ببرونزية بطولة العالم تحت 23 سنة واللي اتلعبت في ألبانيا في الفترة من 23 ولحد 29 من شهر أكتوبر الجاري. عماد الحقيقة كان كسب في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بطل أرمينيا بنتيجة 3-2 في منافسات وزن تحت 82 كيلو.
لاعب منتخب مصر الحقيقه كان بدا مشواره في البطوله في طبعا او يعني استهل البطوله بالفوز على بطل اليابان بنتيجه 5-1 في دور ال 16، بعديها بقى كسب لاعب امريكا بنتيجه 11-0، ويعني كانت المباراه دي عدم تكافؤ في دور ال 8 قبل طبعا ما يخسر من لاعب تركيا بنتيجه 3-0 في قبل النهائي علشان بقى ينافس على الميداليه البرونزيه. منتخبنا الحقيقه شارك في البطوله دي بخمس لعيبه، منهم ثلاثه في المصارعه الرومانيه، كانوا طبعا مصطفى حسين في منافسات تحت 67 كيلو، عماد اشرف كان في منافسات تحت 82 كيلو، فكري عيسى في منافسات وزن فوق ال 130 كيلو، اما بقى منتخب المصارعه الحره فكان بيمثله لاعب واحد فقط وهو عمر امين مراد في منافسات وزن 65 كيلو، واخيرا بقى في المصارعة النسائية كانت لاعبة واحدة فقط وهي ندى مدني في منافسات وزن تحت 50 كيلو. ومن المصارعة هنروح بقى للهوكي الأرضي، الحقيقة يعني معانا عدد كبير جدا من الأخبار متنوعة في يعني عدد كبير جدا من الرياضات، ودلوقتي يعني يمكن منتخب الهوكي بيهزم كينيا بمستهل مشواره في تصفيات أولمبياد باريس 2024. منتخبنا الوطني الأول لرجال الهوكي الأرضي فاز على منتخب كينيا بنتيجة 2-0 في أول ماتش للمنتخبين بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، واللي طبعا هتتلعب في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في الفترة من 29 أكتوبر والحد 6 نوفمبر اللي جاي. سجل بقى أهداف منتخبنا في الماتش يعني يمكن زياد عادل وحسام رجب علشان نحقق الفوز الأول لينا في المجموعة. منتخبنا هيلعب بكرة إن شاء الله مع منتخب غانا في الجولة الثانية، أما بقى الجولة الختامية هنلعب فيها مع منتخب زامبيا. خلينا نستعرض مع حضراتكم قائمة منتخبنا في البطولة، بتضم 18 لاعب هم محمد جمال، محمود حسين، كريم عاطف، مصطفى منصور، مصطفى اليماني، محمود ممدوح، سعيد كمال، مصطفى رجب، أشرف سعيد، عمرو سيد، أحمد عبد الحكيم، أحمد جمال، أحمد الجنايني، محمد نصر، حسام جبران، حسام رجب، زياد عادل، ومحمد أحمد علي. بيتأهل طبعا من أفريقيا منتخب واحد بس للألعاب الأولمبية، أقوى منتخب بينافسنا الحقيقة على تذكرة التأهل دي هو منتخب جنوب أفريقيا، والبطولة هتتلعب على ملعبه وسط جمهوره، أكيد هيكون في عدد كبير جدا من الجماهير عشان تدعم المنتخب، فالحقيقة بنتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا في هذه البطولة. أكيد هتكون تحديات صعبة وهتكون في أجواء أيضا صعبة، ولكن الحقيقة يعني المنتخبات المصرية دايما قادرة على تحقيق يعني الفروقات والأهداف في هذه التحديات. من الهوكي بقى هنروح لدورة الألعاب القتالية العالمية بالسعودية، 7 ميداليات الحقيقة كانت حصيلة مصر من المشاركة بدورة الألعاب العالمية القتالية بالسعودية. مصر الحقيقة قدرت أن هي تحقق 7 ميداليات في دورة الألعاب العالمية القتالية الثالثة، واللي بتتلعب في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 20 والحد 30 من شهر أكتوبر الجاري. ميداليات الحقيقة جت يعني يمكن كانت 5 ذهب وواحدة فضية وواحدة برونزية، حققنا 3 ذهبيات في المصارعة عن طريق مصطفى حسين في منافسات وزن تحت 67 كيلو، محمد علي جبر كان في منافسات تحت 97 كيلو، عبد اللطيف منيع في منافسات وزن فوق 130 كيلو، وميداليتين بقى في الكونغ فو عن طريق ذهبية سيف الدين محسن في منافسات وزن تحت 65 كيلو، وفضية من نصيب زميله طبعا أشرف خطاب في منافسات وزن تحت 85 كيلو، أيضا ذهبية في الكاراتيه عن طريق طبعا بطلنا أحمد لطفي في منافسات وزن تحت 67 كيلو، أما آخر ميدالية كانت برونزية عن طريق عبد الله ماندو لاعب منتخب الكيك بوكسنج واللي حققها في منافسات وزن تحت 81 كيلو. هي ان احنا عايزين بس يعني نركز او كان اكتر هايلايت في الدوره دي ان هي عادت للحياه من تاني بعد غياب لمده 10 سنوات، فتره يعني طويله جدا، لان طبعا اخر دوره كانت لعبت في مدينه سان بطرسبرغ الروسيه الحقيقه كانت عام 2013، كانت الدوره الاولى في العاصمه الصينيه بكين سنه 2010، فالحقيقه يعني كان غياب طويل جدا، ولكن الحقيقة قدروا ان هم يعودوا مرة اخرى بعد كل هذه السنوات.
كده بقى يعني يمكن بعد هذه الجولة المليئة بكل الأخبار نكون خلصنا الأخبار سواء على مستوى النادي الأهلي أو على مستوى المنتخبات وكمان يعني الفرق المحلية. هنروح بقى يعني عشان نستقبل ضيوفنا النهاردة أبطال بطولة البحر المتوسط لناشئي الجمباز الفني واللي كانت بتلعب منذ أيام قليلة جدا في تركيا. نطلع فاصل نستقبل ضيوفنا ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا طبعا حلقة الأبطال. ودلوقتي بينورنا ويشرفنا كابتن مصطفى وليد أحد طبعا ناشئي الجمباز الفني. ويمكن احنا اتكلمنا قبل الفاصل عن ان احنا هيكون معانا عدد من ناشئي الجمباز الفني في هذه البطولة. يمكن كانت بتلعب منذ أيام قليلة جدا في تركيا بطولة البحر المتوسط لناشئي الجمباز. كابتن مصطفى منورنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي في برنامج الأبطال. شكرا جدا. طيب قبل ما اتكلم عن البطولة عايزة اروح معاك شوية نرجع لورا شوية كده، بس الأول تعرف السادة المشاهدين يعني عندك كم سنة، بتدرس ايه، دراستك ايه، يعني عايزين نعرف اكتر عنك. انا عندي 17 سنة، بدأت جمباز وانا عندي 5 سنين، بدأت في نادي القاهرة في القاهرة هنا، ويعني بدأت وانا يعني بدأت اخش جوه اللعبة بقى واخش منتخب وكده وانا عندي 12 سنة بس، يعني ما بقيت بقى اتطور وكده واخش بطولات دوليه في السن ده بعد ما دخلت المنتخب. وبدرس انا في ثالثه ثانوي دلوقتي. طيب لو هنتكلم عن دايما في بدايتنا يعني اي حد كده لما يكون في سن الاطفال لحد الشباب او لحد سن معين بنبقى عايزين نلعب رياضات مختلفة، بنطلع مثلا نلاقي ان الكرة هي كرة القدم طبعا هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر وفي كل العالم يعني، فدايما أي حد يقول عايز تلعب إيه، عايز ألعب كورة. عايز أسألك بقى هل أنت لعبت أي حاجة تانية قبل الجمباز؟ كان ليك أي يعني انترستنجز في أي لعبات تانية ولا بدأت جمباز؟ أنا بدأت سباحة يعني زي معظم الأطفال، كل الأطفال بيبدأوا سباحة. وبعديها دخلت الجمباز طبعا بفضل كله يرجع لبابايا ومامتي، فموضوع الجمباز ده انا طول عمري يعني بحب الفرق وبحب الحركه، فاو هم دخلوني يعني حاجه عشان تطلع طاقتي وكده. فلما دخلت الجمباز بدات اكتشف ان انا عندي موهبه كويسه مش وحشه، وبدات بقى اتطور فيها، ولازم تبدا من سن صغير، فانا الحمد لله انا دخلت يعني من سن صغير. طب اول ما بدات خاصه انت بتقول ان هي كانت رغبه باباك ومامتك، ما كانتش رغبتك انت، كنت مكمل في السباحه. بس اكيد بيبقى في تحديات في الاول، ممكن تزهق تقول لهم لا عايز ارجع سباحه. لا. ده حصل في الاول مع الجمباز؟ انا كمصطفى انا يعني اللعبه دي بالنسبه لي حياه، اسلوب حياه يعني من ساعه لما دخلتها وانا بدات احبها. ممكن في الاول سنه ولا حاجه انا ما كنتش عارف انا بعمل ايه، بس بعديها بدات افهم والموضوع ده بدا يعجبني، وانا بدات احب اللعبه وانا صغير قوي يعني، مش انا من النوع اللي اهلي بيضغط عليا في حاجه، اهلي مديني في حريه في كل حاجه. طيب كابتن مصطفى اصعب التحديات اللي قابلتك في الجمباز من ساعه لما بدات ولحد دلوقتي، قبل بقى يعني يمكن مرحله البطولات ومرحله ان انت تحقق اي انجاز، دايما بيكون في اي بدايه بيبقى فيه تحديات كبيره جدا، لو هنعرف بقى ابرز التحديات اللي قابلتك. انا بالنسبه لي كانت بطوله عالم ناشئين، عشان قعدنا فتره قبلها كبيره قوي نحضر لها، واحنا كنا عايزين نوصل لهدف معين وقعدنا نحضر له اكتر من شهور ومعسكرات، وموضوع يعني كان الموضوع كان كبير، فالحمد لله لما قدرنا نوصل له الموضوع يعني التعب كله راح، بقى اللي انت التحضير وكده التعب راح الحمد لله. فاللي انت تقدر تحضر لبطوله صعبه زي دي وتعمل النتيجه اللي مطلوبه منك كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا، وعندنا نتيجه اول مره تحصل يعني الحمد لله. طيب قبل اي بطوله دايما بكل استعدادات مختلفه، كتمرين، كاعداد بدني، كاعداد نفسي، يمكن كنا بنتكلم كتير جدا من الحلقات انه الاعداد النفسي كمان لما بيكون بطوله بتتلعب خارج مصر بيبقى ليها تحديات مختلفه على المستوى النفسي، فعايزه اعرف اكتر عن بطوله البحر المتوسط، يمكن كانت في تركيا فاكيد كان ليها اعداد بدني معين، تدريب معين، اعداد نفسي كمان معين، عايزه اعرف منك اكتر. انا اللي كمان احنا عرفنا بطوله البحر المتوسط ان هي تتعمل بعد السنه دي، عرفناها ان هي تعمل متاخر، عرفنا في وقت متاخر يعني كان وقت ضيق. كان قدامكم قد ايه مثلا؟ كان تقريبا شهر ونص تقريبا، وده ضيق بالنسبه للجمباز عشان الجمباز بيحتاج فتره قبل ما تجمع الحركات. الوقت الطبيعي قبل الجمباز عشان تبقى لعبه اي بطوله بيبقى قد ايه؟ يعني تعرف قبلها عشان تبقى راسم الخطه بتاعتك من الاول، معسكراتك، تمارينك، كله تمام. فعرفنا قبلها بوقت ضيق، واحنا يعني في بطوله العالم احنا حاطين نفسنا في حته معينه قدام اللعيبه دي، فاحنا مهما حصل ما ينفعش ننزل من الليفل بتاعنا يعني. فكان لازم نفضل نتمرن اكتر وتعبنا اكتر اكتر بقى من استعدنا اكتر من اي بطوله عشان كان الوقت ضيق. فاتمرنا اكتر وتعبنا اكتر ورحنا يعني عملنا برده النتيجه اللي كنا مستنيينها، وبالعكس عملنا نتيجه برده ما حصلتش تقريبا، ما حصلتش برده. احنا يمكن اتكلمنا عن النتائج دي، بس انا عايزاك تستعرض معايا اكتر النتائج بقى باستفاضه لكل المشاهدين، يعني عايز اعرف انتوا حققتوا ايه بالظبط وعلى كل المستويات، انت اكيد هتبقى ملم اكتر الموضوع ده، فقول لنا بقى كانت ايه النتائج اللي حققتها. انا كمصطفى يعني حققت، جبنا ثالث فريق طبعا، ثالث فريق، وانا جبت ثاني فردي عام،
وجبت اول حصان حلق واول متوازي وتاني عقل. طيب خلينا بقى نتكلم يمكن عن اليوم العادي بتاعك بغض النظر عن قبل البطولة. عايز اتكلم اكتر معاك على التمارين بتتدربوا ازاي، هل ممكن تتدرب اكتر من فترة في اليوم طبعا. ولا لا، يعني قولي كده يومك الطبيعي ماشي ازاي. انا لما اكون في بداية السيزون بحضر لسه بتمرن 3 تمارين في اليوم، يعني بتمرن تمرينة 7 الصبح وبتمرن تمرينة 10:30 وتمرينة بتبقى 6 بالليل. بس بصحى عادي افطر الصبح وبخش على التمرين الاولانيه والتمرين الثانيه والثالثه بنفس الشكل ده. لما اكون بقى في فتره بطولات او كده بيبقى تقريبا يعني 4 ايام بس اللي عندي صبح وبالليل، بيبقى تمرين 10 وتمرين 6:30 مثلا. بنقسم الجزء كده عشان احنا محتاج جمباز محتاج يبقى تمرين اكتر عشان تعرف تمسك الحاجات بتاعتك، مش زي اي لعبه يعني محتاج تكرار كتير قوي عشان تعرف تمسك الحركه او الجمله بتاعتك. طيب دي تمارين الجمباز، بس الجمباز برضو بيحتاج فتنس عالي جدا طبعاً. فاكيد بيبقى ليها تمارين منفرده. أيوة ما هو 7 الصبح ده بيبقى تقريبا جيم وجري وكده عشان تعرف جسمك يعرف يشيل وزنك او يعرف يتحمل اللي انت داخل عليه. فبيبقى 7 الصبح ده بيبقى تقريبا جيم وكده. وحتى بعد عندنا فتنس في الصاله، يعني بعد ما تخلص تمرينك اللي هو المهارات بتاعتك بقى يبقى في فتنس، الواحد لازم تقوي بطنك وظهرك والكلام ده طبعا لازم كله يبقى موجود. طيب كابتن مصطفى عايز اعرف منك عن بقى انك انت توفق وقتك، فكره انك انت بتقول ثانويه عامه يعني دي ثانويه عامه دي البعبع في كل البيوت المصريه. عايز اعرف ازاي بتوفق وقتك ما بين التمارين، انت بتقول بتتمرن على فترات طويله قوي في اليوم، فاكيد بيبقى محتاج حاجات كتير علشان توفق ما بين فكره المرحله الدراسيه الصعبه اللي انت فيها وما بين التمارين، بتعمل ايه بقى؟ انا كمصطفى مش من النوع اللي هو اسيب حاجه، يعني مش اسيب رياضتي بقى عشان هي ثانويه عامه، انا بعرف اوفق وقتي. انا باخد دروسي كلها ما باخدش مع يعني باخد في البيت عندي عشان انا حالتي خاصه، يعني مثلا عشان انا لعيب منتخب وكده فلازم ابقى موجود في التمرين يبقى في اكسبشن بالظبط. فانا ببقى عندي مثلا بنزل مثلا تمرين الصبح بستاذن انزل اخد دروس واذاكر، وبالليل بعد ما اخلص التمرين اقعد اذاكر عادي ما فيش مشكله. ويبقى عندي يوم اجازه او يوم ونص اجازه بنزل اخد فيهم دروسي وبعرف اذاكر فيهم وبعرف الم وقتي عادي. فالموضوع مش فكره زي ما الناس فاكره ان الثانويه عامه فاقعد في البيت وافضل قافل على نفسي، لا انت ممكن تعيش حياتك عادي وتوصل للاثنين، توصل لدراستك وتوصل لتمرينك عادي. ما جالكش فتره كده كابتن لما لقيت نفسك ان انت يومك مليان؟ دايما بيقولوا الابطال في المنتخبات لما يكونوا محققين زيك كده يعني انجازات كبيره وبطولات في المجال بتاعهم بيبقى السوشيال لايف بتاعهم مفيش، زيرو سوشيال لايف، الحياه الاجتماعيه، الصحاب، الخروج، ما جالكش وقت كده زهقت وقلت لا انا خلاص يعني ممكن؟ انا لما ببص مثلا اللي بيخرج واللي بيعمل كتير، انا بخرج وبعمل كل حاجه وببسط على فكره، بس لازم اجي فتره اجي على نفسي عشان اوصل للحاجه اللي انا عايزها. يعني ببص مثلا لاصحابي اللي بيخرج واللي دايما بيخرج بقى بشوف في الاخر هو ما بيوصلش لحاجه، هو قاعد على طول في الشارع ومش كده. انا مش عايز ابقى كده، انا عايز ان انا في نفس الوقت بخرج ومش يعني مش منفصل عن العالم، انا بخرج وبخرج بعمل كل اللي انا عايزه الحمد لله، بس في نفس الوقت بعرف اذاكر وبعرف اتمرن بس مش اكتر. طيب انت يمكن اتكلمت عن باباك ومامتك في البدايه واتكلمت وقلت ان هم اللي اختاروا لك الجمباز، عايز اعرف بقى عن السبورت اللي هم بيديهولك الدعم، مين اكتر حد واقف في ظهرك، اكتر حد بيشجعك مش بس على مستوى يعني البيت، باباك ومامتك برضو صحابك قرايبك، يعني قول لي كده مين يعني اكتر حد بيديلك سبورت؟ بصراحه مامتي هي اكتر حد بيقف في ظهري يعني دايما معايا، وطبعا بابايا بس بتكلم على مامتي في الجانب عشان هي بتعمل لي كل حاجه تقريبا، يعني بتسهل لي كل حاجه، بتحضر لي شنطتي، بتعمل لي كل حاجه، بتسهل لي عليا كل حاجه. فهي بالنسبه لي اكتر دعم ليا، يعني حتى في الاوقات الوحشه اللي ليا هي دايما اللي بتقف جنبي ودايما ظهري ليا يعني بصراحه يعني. وطبعا بعديها بيجي الاتحاد بصراحه كله، اتحاد الجمباز بصراحه موفقين. ده نقطه مهمه جدا كنا عايزين نتكلم فيها الحقيقه، ان اتحاد الجمباز بيقدم دعم كبير جدا لكل لعيبته، فعايز اتكلم اكتر معاك عن الدعم اللي بيقدمه الاتحاد ده، خاصه ان اتحاد الجمباز من الاتحادات القليله قوي المصريه اللي بتقدم الدعم ده. بالظبط طبعا دكتور ايهاب موفر لنا كل حاجه، يعني احنا عندنا ادواتنا في الجمباز بيوفر لنا كل حاجاتنا اللي احنا محتاجينها، وقاعدين في الفندق هناك في المعادي كل حاجه موفرها لنا، والتمرين بنتمرن في صاله بتبقى تقريبا بتاعتنا احنا، ما فيش في المركز الاولمبي صح تقريبا الصاله بتبقى بتاعتنا احنا ما فيش حد اي حد بيزعجنا. وطبعا الجهاز الفني كابتن جمال هو دايما برده اللي بيفضل ظهرنا ويدعمنا في حاله الفترات الوحشه، هو اللي بيقومنا تاني دايما واحد بيجي له، وطبعا كل المدربين اللي موجودين. طيب خلينا نتكلم اكتر عن البطوله الاخيره في تركيا. دايما يا كابتن مصطفى لما بيكون في سفر خارج البلاد وبيكون في بطوله بره بيبقى ليها كده ظروف نفسيه معينه،
ازاي كان الكوتش بيأهلكم ان انتوا ما تخافوش من فكرة وجودكم بره مصر وفكرة ان انتوا موجودين في مكان غريب مش زي اللي انتوا ضربتوا فيه؟ وكمان انت بتقول ان كان فترة قليلة قوي قبل البطولة دي، ازاي كان الكوتش بقى بيدعمكم نفسيا او بيوجهكم نفسيا قبل البطولة؟ هو كان بيحاول على قد ما يقدر اللي هو يوصل لنا ان احنا اصل في لعبه الجمباز انت لو توترت زياده عن اللزوم بيبدا تعمل حركات غصب عنك فبتقع او تقريبا بتعمل كده، فهو بيحاول يوصلك على قد ما تقدر ان انت اعمل اللي انت اتمرنت عليه واللي انت اتعودت عليه، وبيقول لك يعني العب بطوله كان انا اللي بفرج عليك، ما تركزش مع الحكام ما تركزش مع الناس دي عشان تعرف تلعب اللي انت عايزه. واحنا كمان الحمد لله كل اللي لعب البطوله دي كان عندنا خبرات قبل كده، يعني سافرنا كذا مره فواحد كان متعود خلاص رهبه البطوله بدات تقل. طبعا في رهبه البطوله بس مش زي الاول، الواحد بيعرف يتحكم في نفسه يعني الحمد لله. طيب لو هسألك كده في النهاية، عايز أعرف دايما بيبقى لينا مثل أعلى في حياتنا، وانت أكيد كرياضي ليك مثل أعلى في الرياضة، فعايز أعرف بقى مين هو مثلك الأعلى؟ كمصري ولا مش مصري؟ الاثنين الاثنين. يعني كمش مصري في لعيب ياباني اسمه هاشيموتو، هو يعني أحسن لعيب في العالم بيلعب اللعبة في الجمباز يعني فني. أوكي. رجال. وفي مصر طبعا عمر العربي، يعني هو لعيب نادي الأهلي أصلا. كابتن عايزة برضو أتكلم معاك أكتر عن البطولات اللي انت حققتها قبل كده، يمكن دي كانت بطولة أخيرة احنا ركزنا عليها، بس عايز أعرف منك كده سريعا أبرز وأصعب البطولات اللي انت حققتها خلال السنوات اللي فاتت. أنا أول بطولة لعبتها كانت دولية، كانت بحر متوسط برضو ناشئين، وجبت عشان كانت أول مرة احتكاك ليا دولي، فكنت لسه برضو زي ما بقول لحضرتك إن لازم كذا مرة، فأول مرة رحت جبت ميدالية برونز على الأرضي، بعديها بقى لعبت بطولة أفريقيا جبت 5 ذهب في أفريقيا الحمد لله، بعديها لعبت بطولة العالم وجبت 5 عالم على جهاز حصان الحلق وجبنا 9 فريق، وبس اخرها كانت بطولة البحر المتوسط. يعني دايما اي بطل بيبقى ملوش سقف خالص في الطموحات، فكرة ان انت تحقق حاجة ورا حاجة بتديك اكتر دفعة لقدام ان انت تحقق البطولات اكتر خلال الفترة اللي جاية. ايه احلامك بقى ان انت تحققها الفترة اللي جاية على يعني مستوى الجمهور؟ على المدى البعيد طبعا نفسي احقق في بطولات العالم للكبار واحقق في الاولمبياد، نفسي يعني اتأهل والعب وانافس يعني ان شاء الله، حلم بعيد بس هنحاول نشتغل قد ما نقدر يعني. طيب في النهاية عايزك توجه رسالة لكل الناس اللي مش بيلعبوا رياضة في سنك، يعني أكيد أنت بتكلم معهم وأكيد عندك صحاب منهم، يعني عايزك توجه لهم رسالة خاصة أن أنت أكيد حياتك مختلفة تماما عن أي حد مش رياضي. يعني أحب أقول أن هو مش دايما الناس واخده فكره عن الرياضه ان هي بتعطل عن الدراسه او عامه البيت المصري عامه بنسبه كبيره، فانا بقول ان هو تقدر توفق وقتك عادي وبالعكس تقدر تعمل الاثنين، وهيساعدك هيساعدك اكتر ان انت تعمل كده. يعني الرياضه بتساعد في كل حاجه مش بس في كرياضه وكجسم وكمكان تعليم، فتقدر تعمل الاثنين، فبالنسبه لي حاجه مهمه قوي الرياضه يعني ما تقلش اهميه عن الدراسه يعني. كابتن مصطفى الحقيقة احنا كنا سعداء جدا بوجودك معانا النهاردة في الأبطال، منورنا ومشرفنا، وإن شاء الله يعني تكون معانا تاني وتالت بعد ما نحقق بطولات أكتر على المدى البعيد إن شاء الله في السنوات المقبلة. طبعا ده كان لقائنا مع كابتن مصطفى أحد طبعا يعني ناشئي الجمباز الفني. يعني خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني بعد الفاصل عشان نستقبل بقية ضيوفنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين لقاءاتنا مع ناشئ الجمباز الفني بعد بطولة البحر المتوسط طبعا اللي كانت منذ أيام قليلة في تركيا. دلوقتي بقى انضم لنا في الاستوديو كابتن شمس يسري وكابتن محمد عطية، منورنا ومشرفينا على شاشة قناة نادي الأهلي. منورة يا شمس. منورك. منورة يا كابتن محمد. شكرا. خليني بقى أبدأ ليديز فيرست، أنت عارف لازم أبدأ بشمس الأول. طيب قولي لي كده بقى يا شمس، عايزة أعرف أكتر قبل ما نروح للبطولة، عايز اعرف عن حياتك اكتر، يعني تعرفي الساده المشاهدين بيكي اكتر، سواء عندك كام سنه، بتدرسي ايه، يعني عايزين نعرف منك. عندي 15 سنه في اولى ثانوي. قبل البطوله كنا مركزين اكتر في التمرين عشان كان عندنا هدف في البطوله ان احنا نروح نحققه. 15 سنه انت بتدرسي ايه، في سنه كام؟ اولى سنه. اولى ثانوي. اوكي. طيب شمس خليني اتكلم معاكي عن اللي انت حققتيه في البطوله. جبت مركز ثالث على الارضي. شمس علي صوتك، علي صوتك، انت بطله، بطله كبيره، لازم تتكلمي علي صوتك اكتر من كده. جبت مركز ثالث على الارضي وجبت ثالث فريق ورابع على البي. اوكي. طيب كابتن محمد خليني برضو يعني يمكن نفس سؤال شمس، عايزه اعرف انت عندك كام سنه وبتدرس ايه؟ انا 18 سنه بدرس طب بشري. كلية طب بشري. سنة أولى؟ سنة أولى. سنة أولى. طيب أنت كلية طب بشري ده
اكيد مرحله صعبه جدا واكيد علشان توفق ما بينها وما بين الرياضه بيبقى عندك تشالنج كبيره قوي، فعايز اعرف ازاي بتوفق ما بينهم. هو بصراحه ده اكبر تشالنج بالنسبه لي يعني، وانا بتمرن بالليل اغلب الاوقات يعني، والصبح بروح الجامعه، ويعني الوقت بيبقى ضيق شويه، فبحاول يعني اوفق كده واعمل جدول، فالدنيا بتمشي يعني في الاخر الحمد لله. انت بقالك كام سنه بتلعب جمباز؟ انا 14 سنه مثلا. اوكي طيب، انت يعني اي حد بيكون في مجال الرياضه وبيبقى عايز يحقق بطولات كتير ما بيبقاش عايز يختار ابدا كليه صعبه، فايه اللي خلاك بقى يعني تعمل التشالنج ده ما بين انك انت تختار حاجه صعبه كده جدا في نفس الوقت اللي انت عايز تحقق فيه بطولات كتير؟ انا مقتنع بصراحه ان يعني الدراسه بتبقى الاولويه بالنسبه لي، بس بعد كده يعني وانا بمارس الجمباز يعني اكتشفت ان عادي يعني ممكن اوفق بين حاجتين والدنيا بتمشي في الاخر يعني الحمد لله. طيب شمس، عايز اعرف منك لعبتي حاجه قبل الجمباز وانتي صغيره؟ دايما كده بنلعب كذا لعبه واحنا صغيرين لحد ما نستقر ان دي اللعبه اللي احنا عايزين نستمر فيها، سواء بقى سباحه، سواء يعني يمكن كره يد، باسكت بول، بنفضل كده نجرب كذا حاجه لحد ما نستقر في حاجه معينه. لعبتي حاجه قبل كده؟ بدات بالجمباز وبعدين في النص اتعلمت سباحه، بس حبيت الجمباز اكتر فكملت فيه. يعني انت بدأتي الأول جمباز بعد كده وقفتي ولا كنت بتلعبي سباحة؟ كنت بلعب الاتنين مع بعض، بعد كده بقى قررتي انت تكملي جمباز. طب ليه اخترتي الجمباز فضلتي عن السباحة رغم ان انت كنت بتلعبي الاتنين في نفس التوقيت؟ كنت بتبسط فيه أكتر، والسباحة يعني كنت بحس ان انا مش مستمتعة قوي وانا بلعبها. اوكي، ايه أكتر حاجة بتستمتعي بيها في الجمباز؟ ان انا بحقق تارجت معين قدامي وبتشالنج نفسي ان انا اعمل حاجه اصعب كل شويه. كابتن محمد، انت لعبت اي رياضه تانية قبل الجمباز؟ انا اول حاجه لعبتها يعني الجمباز، ولعبت سباحه برده، فولي لعبت شويه فولي برده كانوا في نفس الوقت اللي كان مع الجمباز، ولا فصلت شويه عن الجمباز وكملت وبعد كده رجعت للجمباز تاني؟ لا، هو الجمباز بالنسبه لي كان اول حاجه يعني برايورتي نمبر 1 بالنسبه لي. طب ايه اكتر حاجه خليتك تكمل في الجمباز؟ هو انا حبيت الجمباز جدا، وبرده اهلي دايما لما بيشوفوني بجيب ميداليات وكده، ودايما ببقى عايزه اخليهم فخورين بيا دايما يعني. هم اكيد فخورين بيك، كلنا فخورين بيك الحقيقه. محمد، خليني بقى بمناسبه الفخر كلمني اكتر عن النتائج اللي انت حققتها في البطوله الاخيره. انا الحمد لله جبت اول عقله وثالث حصان حلق وتالت فريق. الحمد لله. طيب شمس، خليني اتكلم معاكي اكتر عن النفسيه قبل اي بطوله. يمكن كنت بتكلم مع مصطفى قبلكم انه ان انتوا اتبلغتوا قبل البطوله دي يعني بشهر ونص بس، والطبيعي ان انتوا بتتبلغوا قبلها بثلاث شهور او اربع شهور، فاكيد ده كان نفسيا قلقتوا شويه، كنتوا خايفين ان انتوا ما تحققوش نتائج، ولكن انتوا حققتوا الحقيقه نتائج ما كنتوش متوقعينها، فازاي اتعاملتي نفسيا قبل السفر لتركيا في البطوله دي؟ يعني انا كنت بحاول اركز في التمرين اكتر وما اوترش نفسي، عشان يعني لما حد بيتوتر بيفكر زياده، حركات مثلا ما تبقاش احسن حاجه. وانت يا كابتن اكتر حاجه بقى يعني كان اكيد في دعم نفسي من الكوتش، اكيد كان في اهلك بيدعموك نفسيا قبل ما تسافر البطوله دي، خاصه ان لسه زي ما كنت بقول ان هي كان توقيت قصير قوي ان انتوا تتحضروا فيه. هو بصراحه هي المنظومه كلها يعني، لما تبقى المنظومه كلها كويسه بنقدر نعمل احسن حاجه عندنا، ومحدش بيأثر خالص، من اول رئيس الاتحاد دكتور ايهاب، المدير الفني كابتن جمال، كله ما بيأثرش. انا عايزه اقف معاك شويه عند دكتور جمال مطر، ليه دور الحقيقه كبير قوي، لو تتكلم عن دوره اللي هو قدمه لكم في البطوله دي والبطولات اللي فاتت يعني. لا، هو كابتن جمال بصراحه يعني كان معانا على طول في التمرين، تعليمات وكل حاجه بيقولها بصراحه بتفيدنا جدا كلنا يعني. طيب شمس، دكتور جمال يمكن عايزين نتكلم عنه اكتر برضو، اهم يعني الانستراكشنز اللي كان بيديها لكم في البطوله دي تحديدا. يعني احنا كابتن زكريا هو المدير الفني عندنا،
فهو كان بيدينا instructions برضو وبيصلح لنا، يبقى مركز معانا في التمرين علشان نبقى عارفين بالظبط احنا رايحين نعمل ايه في البطولة. طيب شمس، عايز اعرف منك اكتر، حققت ايه قبل كده قبل بطولة البحر المتوسط؟ يمكن كنت بتكلم مع كابتن مصطفى ان هو حقق كذا بطولة قبل كده، عايز اعرف منك حققت ايه قبل كده في الجمباز؟ يعني في البطولة العربية في الجزائر جبت تاني ارضي، تاني متوازي، والجمهورية اللي فاتت جبت اول فرد عام واول بيم، تاني ارضي، تاني حصان، وشاركت في بطولة العالم جبت مركز 47، جبت المركز 47 all around. وكان في برضه بطولة في لوكسمبورغ مفتوحة جبت المركز 5 على الحصان و6 على الأرضي. طيب كابتن محمد، عايز أعرف برضو عن النتائج اللي أنت حققتها قبل كده في مختلف البطولات. أنا برضو كنت مع شمس في بطولة العالم، كان برضو يعني أحسن نتيجة لي عملتها بالنسبة لي، يعني جبت 11 على العالم في الفرد العام، وبرضو جبنا 9 فريق، ودي حاجة كبيرة قوي يعني ما حصلتش في الناشئين خالص يعني. وجبت برضو أول فرد عام في البطولة العربية، 3 فرد عام في البطولة الأفريقية، وبرضو ميداليات على الأجهزة يعني. طيب يمكن يا محمد انت النتائج دي محققها وانت لسه يعني 18 سنه، لسه قدامك تشالنجز كبيره قوي حققها كتير من الابطال في سنوات متقدمه من العمر اكبر منك، لو هتكلم معاك ايه اللي نفسك تحققه خلال السنوات اللي جايه؟ يعني اغلى بطوله مثلا نفسك تحققها ونفسك توصل لفين؟ انا بالنسبه لي المرحله الجايه هي الاصعب، لان انا طالع سينيورز يعني، كل ده ناشئين، طالع بقى هنافس مع الكبار، فبالنسبه لي هدفي اني اخش فريق كبار، وان شاء الله نحاول ان احنا نتاهل للاولمبياد لان ما حصلتش برده قبل كده، وهو فعلا تشالنج يعني ان شاء الله. طيب مثلك الاعلى بقى في الرياضه عموما، مش لازم على فكره الجمباز، ممكن يكون في اي رياضه تانية، بس مثلك الاعلى في يعني عامه من وانت صغير وعايز توصل للي هو حققه؟ هو كان في لعيب ياباني اسمه كوهي تشيمورا، وبصراحه ما جاش زيه يعني، لعيب خطير، نفسك تبقى زيه تحقق اللي هو حققه ان شاء الله. ان شاء الله. شمس، خليني اروح معاكي برضو لفكره، زي ما كنت بتكلم مع محمد، يمكن اكيد التشالنجز بتبقى كبيره جدا، واكيد بيبقى عايزه تحققي حاجات خلال الفتره اللي جايه، بتبقي حاطه كده قدام عينيكي حاجه عايزه تحققيها على مستوى لعبتك، خاصة انه اي حاجة بتحققيها بتديكي بوش لقدام ان انت تحققي اكتر واكتر، فعايزة تحققي ايه الفترة اللي جاية؟ يعني المفروض برضو في اولمبياد السنة الجاية هنتأهل لها ببطولة، فيعني نفسي ان انا ابقى من الناس اللي تتأهل الاولمبياد والبطولة دي يعني، عشان برضو هبقى سني صغير، دي حاجة حلوة يعني. مثلك الاعلى بقى مين؟ يعني سم موبايلز يعني، عشان هي كل شويه بتحقق حاجات وبتوقف وبترجع، اسطوره امريكيه طبعا كلنا عارفينها، ان شاء الله تبقي توصلي لحاجات كتير من اللي هي حققتها ان شاء الله. شمس انت نورتيني طبعا، بتمنى لك كل التوفيق في حياتك سواء بيرسونال لايف او كمان في حياتك على مستوى البطولات، وان شاء الله تبقي معانا مره تانية وانت نجمه كبيره وما تبقيش مكسوفه خالص ان شاء الله المره الجايه. كابتن محمد نورتنا وشرفتنا، وبنتمنى لك كل التوفيق في حياتك اللي جايه بقى تبقى دكتور كبير. عايز تتخصص ايه؟ ما سالتكش الموضوع. نفسي جراحه مخ واعصاب بصراحه. جراحه مخ واعصاب، انت يعني عارف تشالنج رهيب بجد. ان شاء الله تبقى دكتور كبير جدا وتبقى ناجح في مجالك الطبي وكمان مجالك الرياضي ان شاء الله. يا رب. شكرا. طبعا يعني دول كانوا ضيوفنا من ناشئي الجمباز الفني، بس لسه مكملين معانا طبعا يعني بعد الفاصل ضيوف تانيين نتكلم معاهم اكتر عن هذه البطوله الهامه جدا اللي اتحقق فيها عدد كبير جدا من يعني الانجازات والارقام الكبيره. فاصل ونرجع لكم مره تانيه.
حديثنا عن بطولة البحر المتوسط لناشئ الجمباز الفني لسه مستمر، وزي ما انتم تابعتوا معانا ابطالنا اللي فاتوا، ولكن دلوقتي بقى بينضم لنا بطلين جداد علشان يحكوا لنا اكتر عن الانجازات اللي هم حققوها في هذه البطولة الكبيرة، والحقيقة يعني ارقام كلنا نفخر بيها على مستوى الجمباز الفني. انضم لنا دلوقتي طبعا جودي عبد الله وزياد محمد، منورنا ومشرفينا في استوديو الابطال. عامله ايه يا جودي؟ الحمد لله تمام. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام الحمد لله. خليني اقول لك كده، يمكن انتوا لسه راجعين قريب، فاخد بقى اكتر حاجه كنت حاسه بيها كده وانت راجعه بانجاز انت عاملاه طبعا على مستوى الجمباز، خاصه ان هي بطوله صعبه وبطوله عالميه، فاكتر حاجه كنت حاسه بيها وانت راجعه ب 11 ميداليه؟ كنت حاسه ان احنا عملنا انجاز كتيم وككل حاجه، وده طبعا مساعدة مدربينا وطبعا دكتور بيبو وكابتن زكريا بس. طيب زياد، نفس عايزه اعرف منك نفس الاحساس، انتوا الحقيقه اتبلغتوا قبل البطوله بفتره قريبه، مش زي ما بتبلغوا دايما البطولات الثانيه، فكان تشالنج كبير قوي، ولكن قدرتوا ان انتوا تحققوا حاجات يمكن الكباتن اللي قبل كده قالوا لي انه كنتم مش متوقعين ان انتوا يعني تحققوا 11 ميداليه، فقول لي بقى كده عن احساسك وانتوا راجعين بالميداليات دي كلها. احنا كنا فرحانين جدا طبعا، وغير كده احنا كان بقى لنا يعني مده كده ما خدناش فريق كده في بطوله البحر المتوسط، لما جهدنا تالت فريق احنا يعني كنا مبسوطين جدا يعني. يعني كان حاجه مده ما كانت بقالهاش، فبقالها فتره ما حصلتش، بس يعني اتبسطنا جدا ان احنا كمان 11 ميداليه، كنا مبسوطين جدا يعني. انجاز يعني عملناه، وان شاء الله يعني هنفضل ثابتين عليه يا اما هنعلى عليه. طيب الرسائل بقى اللي وجهها لكم كابتن بيبو زي ما انتم بتقولوا عليه طبعا دكتور ايهاب رئيس الاتحاد طبعا المصري، يعني يمكن كابتن ايهاب بيبقى ليه سبورت كبير قوي، انا دايما بشوفه معاكم في كل حاجه في كل بطولات، بيبقى واقف في ظهركم واقفه كبيره قوي. بعد رجوعكم بقى ايه اكتر المسجز او بعد تحقيقكم كل الميداليات دي، ايه اكتر حاجه كان قايلها لكم؟ كان يعني كان بيشكرنا جدا، وكمان هو مبسوط ان احنا عملنا حاجه زي كده وانجاز زي كده، وبيشجعنا برضه على اللي جاي اللي احنا نعمل احسن، والبطولات اللي جايه واحنا ما نوقفش ونقلش على المستوى ده، نفضل كده كنا ماشيين ونفضل على المستوى ده على طول ونعلى عنه. طيب جودي بقى خليني اعرف، انت عندك كام سنه وبتدرسي ايه؟ عندي 15 وفي اولى سنه. اوكي. طيب يمكن دايما بيبقى عندنا كده تشالنج ان احنا ما بنبقاش عارفين ان احنا يعني ناس كتير جدا، انا بجد بحييكم ان انتوا قادرين تكملوا في المجالين، بس ناس كتير جدا مش بيبقوا قادرين يكملوا في الرياضه مع الدراسه، فانت بتعملي ايه علشان توفقي بين الاثنين؟ هو طبعا الموضوع صعب يعني، بس هما يعني احنا بنبقى قادرين ان احنا نركز في الاثنين شويه. ما هو ازاي بقى دي بتنظمي الوقت ازاي؟ يعني خلاص تمرين كده على 10 مثلا، نفضل سهرانين بقى لحد الساعه 1 كده بنذاكر ننام. اوكي. انت بتعمل ايه يا كابتن بقى؟ انا عايزه بس الاول قبل ما اعرف انت ازاي بتوفق ما بين الاثنين، عايزه اعرف عندك كام سنه وبتدرس ايه؟ وانا عندي 17 سنه، وانا اصلا ثانويه عامه. اوكي. فيعني تنظيم الوقت يعني بقى اول هما تمرينتين في اليوم، يعني مثلا بصحى قبل التمرين الاولانيه اذاكر ساعتين، بعد كده اخلص التمرين اذاكر برده من فتره من التمرينه للتمرينه، واخلص التمرين وافضل سهران شويه لو ورايا حاجات كتيره بتاع بخلصها وانام. ماشي على الجدول ده. طيب كابتن خليني اقول لك ان دايما الاهلي بيبقوا واقفين في ظهرنا، بس الدراسه عندهم بتبقى نمبر 1. ما حصلش اي اعتراض من اهلك، مامتك او باباك، العيله، ان انت لا يعني ركز في دراستك وخلاص سيبك من الجمباز، ولا لما لقوك ان انت عمال بتحقق نتائج كانوا بيشجعوك ان انت تستمر؟ هم من زمان وانا من صغري هم شايفيني في الاعدادي كويس وبتاع، وكانوا سبورت ليا جامد قوي، وبرده كانش برده كان بيقول لي قد ما تقدر ما اهملش في الدراسه وبتاع، وهم برده على قد ما يقدروا كانوا مركزين معايا في الموضوع ده، وعايزيني ابقى كويس في الاثنين، يعني مش هعمل حاجه واسيب حاجه، عايزيني ابقى كويس في الاثنين. طيب خليني اعرف منك اللي انت حققته في البطوله دي تحديدا، البطوله الاخيره. هي البطوله الاخيره بتاعت البحر المتوسط، ثالث فريق وخامس ارضي. اوكي. وانت يا جودي؟ ثالث فريق. في البطوله دي ثالث فريق وثاني متوازي، ثالث اول راوند ورابع حصان. اوكي. طيب شايفه مين في البطوله دي الفرق اللي كانت بالنسبه لكم عائق، او ابرز الفرق اللي كانت بتنافسكم في البطوله دي تحديدا؟ ايطالي. اوكي.
انت شايف كده برضو؟ هي ايطاليا كانت اقوى فريق شويه بس يعني برضو كنا قريبين منها. طيب خليني اروح معاك للاعداد النفسي. دايما لما بتطلعوا اي بطوله بره مصر بيبقى ليها يعني كده زي ظروف خاصه وبيبقى ليها استعدادات نفسيه اكيد بتبقى مختلفه. الكوتش دكتور جمال كان بيتكلم معاكوا ازاي ان انتوا يعني ما تتوتروش ما تبقوش متوترين في الاجواء بتاعه بره مصر؟ يعني عايز اعرف منكم اكتر الكوتش كان بيقول لك ايه. كان جمال بيقول لنا يعني اعملوا اللي زي بتعملوه في التمرين في كل التجمعات، وقال لنا اهم حاجه ما تخافش بزياده ولا تتوتر بزياده، خليك واثق من نفسك واعرف انت عايز تعمله ايه وخلاص كده. وهي برضه في التمرين برضه بيشجعونا وبيبقى في سبورت جامد قوي يعني. طيب جودي عايزه اروح معاكي كده يعني جزئيه، يمكن دايما السوشيال ميديا في حياتنا بتاخد وقت كبير قوي، وتحديدا في يعني الناس اللي في سنكم السوشيال ميديا واخده منهم كتير قوي، وابلكيشنز بقى زي ما احنا بنشوف سواء بقى انستجرام تيك توك والحاجات دي كلها. مع ظروفك ومع اللي انت بتحققيه اعتقد ان السوشيال ميديا ممكن ما تبقاش مناسبه قوي، فبتعملي ايه في ده؟ هل بتبقي متابعه بتديلها وقت من يومك، ولا بالنسبه لك السوشيال ميديا دي يعني صفر على الشمال اللي هو ممكن كل فين وفين اصلا ممكن تفتحي فيسبوك او انستجرام او تيك توك؟ لا هو ممكن بيبقى في ساعه في اليوم كده بس نفصل يعني، علشان الموضوع كده مش هيمشي بين المدرسه والتمرين فبس هو بيبقى كده يعني. اوكي بس يعني ليكي في السوشيال ميديا عندك اكونتس على كل الابلكيشنز وكده؟ اوكي طيب كابتن خليني بقى اتكلم معاك برضو يمكن في جزئيه مهمه قوي. دايما اي حد رياضي بيبقى ليه صحاب، مش كلهم بيمارسوا رياضه، فبيبقى يمكن السوشيال لايف صعبه بالنسبه لك شويه، ما بتعرفش تقابل صحابك. بس بقى عايزه اسالك لما بتقابلهم هل بتنصح حد فيهم ان هو يلعب رياضه؟ هم بيأثروا عليك ان انت مثلا مش هتكسب مثلا فلوس تعمل بيزنس او اشتغل مثلا في المجال بتاعك بعد ما تتخرج؟ بيبقى ليهم ساعات كده تاثير، اي حد مش مقتنع بالرياضه ممكن ياثر عليك ان انت تسيب الرياضه، يقول لك هتكسب ايه مثلا؟ ساعات برضو يعني في ناس كتير قوي يعني بسمع منهم الكلام ده او بسمع انا نفس الكلام ده، بس انا اكيد ما بحطش في دماغي الحاجات دي، عشان انا حاطط هدف قدامي وهفضل ماشي لغايه ما اوصل له. يعني مهما حد يقول ايه وبتاع انا مش هحط الكلام ده في دماغي ولا هيأثر فيا. طالما انا حاطط هدف قدامي وشايف ناس في اللعبه دي ماشي فيها كويس خلاص هفضل ماشي فيها لحد ما اوصل اللي انا عايزه. طيب انت بتقول لهم ايه؟ يعني بتنصحهم تقول لهم ايه؟ اكيد الرياضه غيرت حياتك على المستوى البدني على مستوى التفكير كل حاجه، فاكيد بتنصحهم بالظبط. يعني بنصحهم ايه؟ يعني شو كل واحد يشوف هو شايف نفسه في رياضه ايه وهو بيحب في اي رياضه، وهتغير مستوى حياته كلها هتبقى الاحسن وبتاع، حتى يلاقي وقت ينظم فيه وقت برضه، بدل اليوم مش عارف هيصحى يعمل ايه، بالعكس هيصحى يعرف انا عندي تمرين بعدها عندي درس بعد كده مذاكره مثلا، يعني وقته هيبقى منظم شويه ويبقى احسن. طيب جودي خليني كده اتكلم معاكي عن يعني طموحاتك بقى الفتره اللي جايه. يمكن انت محققه حاجات وانت في سن صغير اكيد حاجه كلنا بنفخر بيها، واكيد اهلك واصحابك كمان فخورين بيكي، ولكن دايما بيبقى لينا احلام بقى على السنوات المقبله. ايه اللي انت عايزه تعمليه عايزه تحققيه في الجمباز عامه؟ يعني اكتر حاجه اكيد لاي لاعب بيلعب اي لعبه بتبقى اولمبيكس، تبقى اول هدف ليه، و ما تبقاش يعني تاديه واجب وخلاص لو انا رحت اولمبيكس وخلاص. اوكي طب بتعملي حاجه من دلوقتي عشان الاولمبيكس؟ يعني بيبقى في اعداد معين عشان الاولمبيكس اللي جايه؟ اكيد. قولي لنا بقى ايه البروجرام اللي بيبقى محطوط لكم التمرين عامه الايام بعد ما رجعتوا من تركيا؟ التمرين بيبقى ازاي؟ مره واحده مرتين في اليوم؟ انا عارفه ان انتوا بتعسكروا في المركز الاولمبي صح، فعايزه اعرف اكتر بقى عن يومك بيمشي ازاي. بيبقى عندنا تمرين الساعه 8 بس بنخلص 12، بعد كده بيبقى عندنا تمرين بالليل تاني بنخلص وبس خلاص. طيب زياد عايز اعرف منك مين مثلك الاعلى، مش شرط في الجمباز ممكن في اي لعبه تانية، عايز اعرف منك كده عايز توصل لايه هو حققه. هو يعني انا هدفي عموما يعني ان انا ان شاء الله هو ميداليه في بطوله عالم، بعد بطوله عالم برضو الاولمبيكس وميداليه ان شاء الله. ويعني برضو كل واحد يبقى نفسه هدف يوصل له، وده برضه انا نفسي فيه يعني ميداليه في بطوله عالم واولمبيكس.
انا في حاجه مهمه قوي يعني كان نفسي اسالها لل يعني لزمايلكم اللي قبل كده، الاكل. احنا دايما السن ده بيبقى حابب ان هو ياكل جانك فود وكده، انا نفسي جانك فود. بس انتوا اكيد بتبقوا مضطرين ان انتوا تاكلوا اكل معين، نظام معين، نيوتريشن، يعني الموضوع اكيد بيبقى فيه اختلافات لاي بني ادم طبيعي لرياضي، بيبقى فيه اختلافات ما بين ده وده. فعايزه اعرف منك اكتر، انت ايه النظام اللي انت ماشيه عليه في الاكل؟ بروتين. بروتينز بس؟ اوكي. طب بتستحملي ولا بيبقى عندك تشيت ميل وكده ولا ايه؟ عشان الموضوع بيبقى صعب. انا انت مش عايز تقول ان انت بتاخدي تشيت ميل؟ ها لازم يبقى في يوم فري كده يعني. اكيد لازم عشان تفصلي. عامه انا بجد كنت مبسوطه بيكم جدا، انتوا كنتوا منوريني ومشرفين النهارده كابتن جودي، كابتن زياد. الحقيقه انتوا فخر لينا وفخر للرياضه، مش بس على مستوى الجمباز الفني، ولكن الحقيقه فخر لمصر كلها على كل الرياضات الاخرى. وبكده بنهايه حديثنا مع جودي وزياد نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من الابطال. نرجو ان احنا نكون قدمنا وجبه دسمه جدا على كل مستويات العاب الصالات، زي ما احنا شفنا في الانترو كان معانا عدد كبير جدا من الاخبار، سواء اخبار النادي الاهلي او الاخبار المحليه على مستوى الباسكت والفولي، ويعني يمكن كل الرياضات المختلفه. والحقيقه ان احنا يعني حاولنا ان احنا نقدم ليكم كده نشره يعني يمكن مختصرة على مدار البرنامج، بنستعرض فيها كل الأمور والمستجدات اللي حصلت على الساحة الرياضية على مستوى ألعاب الصالات. بشكركم جدا، إن شاء الله نقابلكم خلال الأسبوع المقبل.